ايضا مشاهدينا الكرام، تقدمنا ايضا ويا اخر خط للقطاعات الامنيه، ومثل ما تشاهدون الجسر المقابلنا في هذا الاتجاه اللي يربط بالخالديه بالفلوجه بالخالديه ايضا قام تفجيره تنظيم داعش، وايضا جسر اخر اللي هو بالقرب منه هذا مثل ما تشاهدون، وايضا الجسر الاخر اللي هو الجسر الحديدي ايضا تم تفجيره بعد ملاحقه القوات الامنيه وبالتحديد الشرطه الاتحاديه لتنظيم داعش. وبالتالي الان هذه الرايات مثل ما تشاهدون رايات تنظيم داعش، الان تنظيم داعش متواجد بعد هذه الرايات مثل ما تشاهدون، ونحن مع اخر يعني خط للصد مع القطاعات الامنيه، وتم تفجير هذا الجسر كما ذكرت لكم قبل قليل حتى يصعب على القطاعات الامنيه الوصول لهم وملاحقتهم. ويانا يعني ايضا من الاخوه الشرطه الاتحاديه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللواء الثالث المدرع الفوج الاول، تمت العمليات بنجاح وتم طرد داعش من هذا المكان، من هذا الصوب الى الصوب الاخر، وقطعوا هذه الجسوره بالتفخيخات والمفجرات بالسيارات العبوات الناسفه، وهم بذاك الصوب هسه احنا، وهذا خصد امامي والمعنويات عاليه، وهاي الولد تشوفونها قدامكم الشرطه الاتحاديه جاي نسبح بنهر دجله، والحمد لله والشكر وتمت العمليات بنجاح. شكرا جزيلا. ايضا مشاهدينا الكرام، شاهدت من خلال هذه التغطيه الخاصه والحصريه لقناه انارتي عربيه انه احنا في اخر صد مع تنظيم داعش، وهاي راياتهم مثل ما تشاهدوها، والقطاعات الامنيه الان يسبحون فرحانين بهذا الوصول لهذا المكان، وايضا نحن في تغطيه ل يعني القطاعات الامنيه، وايضا لوصول الشرطه الاتحاديه في هذا المكان، وايضا هذا الجسر كما ذكرت لكم تم قطعه، ولكن هنالك محور اخر انطلقت يعني جهاز مكافحه الارهاب وكذلك يعني الرد السريع لملاحقة تنظيم داعش. أيضا طيران الجيش الآن يشارك بملاحقة التنظيم من خلال الطيران اللي يحلق فوق هذه البساتين. هذه آخر نقطة وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام من خلال انطلاقنا من أول نقطة لبغداد التي تربط بغداد بالفلوجة، وصولا مع القطاعات الأمنية ومع المدن التي تم استعادتها من قبل الجيش والشرطة الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي. كانت هذه التغطية الحصرية لقناة انارتي عربية.